انضمت جمعية نجاح تردد وجمعية فضاء الأخوة المغربية بالتنسيق مع المجلس البلدي. هذه الدورات التكوينية لحراس المرمى مواليد 96 فما فوق، يعني من 10 سنوات ل 18 سنة. هذه المدرسة سميتها إي إيرغور دو غارديان دو بيت، كاينة في باريس. الهدف من هذه الدورة التكوينية هو يعني يجيبوا الأمور الجديدة في مجال تكوين حراس المرمى، كاين شي تقنيات جديدة اللي كيعلموا بها حراسة المرمى. وكذلك الهدف كاع الأسماء من هذه يعني هذه الاختبارات كاملهم هو البحث عن حراس مرمى ذا جودة عالية على الصعيد الوطني، لأن كاينين هنا حراس جايين من المغرب كامل باش أنهم يختاروهم يدوهم يكملوا لهم التكوين تاعهم تما في الديال الفرنسية. هذا هو الأساس. شكرا.